مين شاف الكتاب؟ والله هزعل قوي لو كنتوا ما جبتوش الكتاب بتاعي. والله استنوا كده هروح اجيبه لكم ثواني بس، عشان ايه؟ ويت، انا كنت قاعده مريحه قوي. استنوا، عشان انا كنت قاعده مريحه ومش عارفه اقعد. ماشي، بصوا ده ظهر لكم بالمقلوب، مش مهم. المهم ان هو ايه، ده الكتاب. معرفش مين جابه. اللي جابه بقى يقول لي رايه كده، عشان انا برضو ايه ما بعرفش. يعني انا اونلاين على البيج، الحاجات اللي بنزلها ببقى عارفه راي الناس فيها على طول، لكن الكتاب حقيقي يعني كتابي، قلبي، الكتاب الوحيد اللي نزلته في حياتي. على فكره الكتاب ده فيه توافقات، يعني انا بقول لكم انا ما بحبش توافقات وكده، بس الكتاب ده فيه شويه توافقات. وفي انا عايزه اوريكم جزء كده ولا حاجه. هتلاقوا بقى ايه احسن طريقه اتعامل بيها كل برج، ازاي تلفت نظره، مفتاح لقلبه، ازاي بيعبر عن مشاعره، غيرته، كل ما له علاقه بالابراج. يعني المهم اهو جبته. طب قول لي ايه رايك؟ يعني اللي كاتب، اللي بيقولوا ان هم جابوا الكتاب يقولوا لي رايهم ايه، قروه ولا ايه؟ بيقول الكتاب، الكتاب اسمه ابرا كادابرا. ابرا كادابرا اهو ده شكله، وموجود في كل المكتبات وموجود اونلاين. انا عرفت ان هو كمان بيتباع في يعني بيتباع في بنزينات كبيره، وبيتباع في يعني بيتباع في اماكن كتير قوي، في اي مكتبه، في الشروق، في فيرجن ميجا ستور، في يعني موجود في كل حته. هتلاقوه كمان، اعملوا سيرش على جوجل هتلاقوه موجود بيتباع اونلاين على على جوجل بوكس، وعلى يعني في كذا حته. نسخة إلكترونية فيه، اعملي سيرش على جوجل كده اسمه أبرا كادابرا. أبرا، أبرا كادابرا، أبرا كادابرا. بكرة عيد ميلادي، مفيش جديد غير السن. أنا بكتئب على فكرة يوم عيد ميلادي، أنا من الناس اللي مش مبسوطة بعيد ميلادها خالص. أنا بكتئب يوم عيد ميلادي، فده احساس طبيعي يعني، مش حاجة غريبة. انت كتبتيلي البوست الكومنت كذا مرة صح ولا ده حد تاني؟ انت مصممة والله، قريت الكومنت ورديت. مش هتجرجروني للتوافقات. No way. No way. طب انا اقول لكم حاجه، انا هسيب الفيديو هنزله واكتبوا لي عليه لو حد عنده سؤال او عنده مشكله او كده، وهطلع في فيديو تاني بعدين ارد بقى على كل الاسئله اللي انتوا هتسيبوها، اللي ملهاش علاقه بالتوافقات ولا ليها علاقه بالتوقعات. متفقين؟ يلا يا حلوين، اشوفكم تاني. وادخلوا على البيج هتلاقوا بقى الفيديو منزلاه، اكتبوا يعني شوفوا عايزين تسألوا في ايه وانا هرد عليكم. يلا باي.